اهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين فقراتنا وسلمى موجوده في مرج الحمام، رح تسال هيك مجموعه من الاسئله مع احضرها مع سلمى وايضا مجموعه من الجوائز. صباح الفل يا سلمى. صباح الورد يا هيثم، وصباح الورد لكل اشخاص الموجودين معك برؤيا ولكل متابعين دنيا دنيا. احذرها مع سلمى. اليوم نحن موجودين عند دوار الدله بمرج الحمام، رح نشوف الناس شو عم بيتسوقوا، شو عم بيفطروا، شو عم يعملوا، ودائما الهدف من احذرها نشوف الناس شو عم بيعملوا الصبح، واكيد نسالهم مجموعه من الحوازير ونربحهم مجموعه من الجوائز، واليوم جوائزي مقدمه من العملاق لمواد التنظيف. يسعد صباحك عمي، كيفك؟ هلا، شو اخبارك؟ نحمد الله. تعرفني على اسمك؟ فهد عبد الرحمن احمد المناصير. كيفك عمي؟ شو عم تعمل بمرج الحمام على الصبح؟ نعم، شو عم تعمل بمرج الحمام؟ اجي اخذ اغراض واروح لبيتي. روح لبيتك. نعم، الله يخلي لك ان شاء الله كل اهل بيتك يا بوي. آمين. طيب بدي اسالك سؤال، بقول لك اشي اعمى واخرس واطرش وما بيمشي الا على راسه، شو هو؟ بتحب اعطيك امثله اساعدك؟ الدفتر ولا القلم ولا القلم؟ القلم اكيد. اكيد. متاكد؟ متاكد. مزبوط. اذا ربحت معنا مجموعه منتجات يا بوي، تفضل، من العملاق، يعطيك الف عافيه. وان شاء الله. شكرا شكرا، الله يسعدك، ان شاء الله نهارك سعيد. ان شاء الله، الله يسعدك وياك يا رب. الله يسعدك يا بوي. اهلا بكم. يا هلا. اذا رح نكمل مشوارنا اليوم بمرج الحمام وتحديدا على دوار الدله. خلص يا بوي خلص. رح نكمل اليوم. كيفك؟ اهلا. الله يسعدك. اسمك؟ صالح محمود. كيفك صالح؟ الله يسعدك. قد ايه بتحب مرج الحمام؟ خرافيه مرج. خرافيه. والله بتجنن. كثير ناس بيقولوا لي من اكثر الاماكن السكنيه كالمريحه مرج الحمام، شو رايك بهاي المقوله؟ فعلا انا صار لي تقريبا شهر ونص بس بالمرج، وبدي ارحل من مكان لجاي على المرج هون. يعني راجع على المرج. يس. طيب خليك معي وركز معي. أوكي. كم بيضة يبيض الحوت في السنة؟ الحوت كم بيضة؟ ما بعرف للأسف. طب يعني السؤال، السؤال اللي قبله، قبل كم بيضة هل يبيض الحوت؟ لا ما بيبيض الحوت. إذا ما بيبيض ولا بيضة. ولا بيضة؟ ولا بيضة. إذا خليك على موضوع مرج الحمام. طب إذا ربحت معنا مراد، تفضل. ثانك يو يا مراد. مجموعة منتجات مقدمة من العملاق، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. ثانك يو. اذا رح نكمل اليوم تفضل تفضل لعندي، تفضل. والله ما انا كسفتك، سعد لها الصباح. يسعدك. هلا. كيفك؟ هلا والله. تعرفني على اسمك؟ ابو بكر المناصير. ابو بكر، شو عم تعمل هون بمرج الحمام؟ الي مكتب عقاري واحنا طيب. من مؤسسين مرج الحمام. الله يسعدك. طيب كيف الشوبات مرقوا عليك مرج الحمام؟ والله حراره عاليه جدا جدا جدا. نحن على السابع متنا شوب. كيف بمرج الحمام؟ مرج الحمام هي مدينه الضباب اول شيء، يعني مشهوره مرج الحمام بمدينه الضباب بالشتاء. هلا انا مره صراحه اجيت على مرج الحمام ضعت بالشتاء، كثير ضباب. كيف عم تتاقلموا مع فكره الضباب بالشتاء؟ الضباب هي تجي منطقه هي غربيه مطله على البحر الميت وفلسطين، تجينا ما فيها. طيب شكرا شكرا لك. شكرا، تفضل كمل لي. فتجي الضباب من الغرب. لانه كلها يعني تعودتوا على فكره الضباب. احنا اول خامس بيت مرج الحمام. طيب يلا خليك معي. بقول لك يسير بلا رجلين ولا يدخل الا بالاذنين، شو هو؟ شو هو يسير؟ لا يعني اشي بيصير بلا رجلين وما بدخل الا بالدينين، شو هو؟ يعني عم بحكي معك، شو بده يكون؟ في حد ممكن يعرف الاجابه؟ طيب بقول لك شيء يسير بلا رجلين ويدخل في الاذنين. نو مش الميكروفون، اشي قريب. يلا تليفون. قريب قريب. الاشي الرئيسي لكل هذا الحكي شو هو؟ الاشي الرئيسي. انا عم بحكي معك، شو عم تسمع؟ الميكروفون. شو عم تسمعني؟ الصوت. اذا صوت. مزبوط الصوت. مراد زميلنا، شكرا لك. اذا انت ربحت معنا مجموعه من العملاق، هاي امانه الشاب لك، تفضل. سلام. يعطيكم الف عافيه ونهارك كلك ذوق، كلك ذوق ونهاركم سعيد. رح نكمل اليوم مشوارنا. كيفك؟ صف خلص ما بده. يلا نكمل مشوارنا اليوم بمرج الحمام. يوسف تع معي بس ان شاء الله ما نندعس يا رب. اذا عم نشوف قد ايه الناس بمرج الحمام عم بحبوا المنطقه اللي عم بيعيشوا فيها، ومرج الحمام جد من اكثر المناطق بالشتاء بتكون ضباب. يعني انا جربت اني اروح على مرج الحمام بالشتاء، كان الوضع شوي صعب لانه الضباب فيها كثير كبير. هلا الناس المتعودين فيها بتوقع يكون الوضع عادي. صباح الخير جميعا، كيفكم؟
كيفك؟ سعد لي هالصباح. شو هالابتسامة الحلوة؟ طول ما انتم موجودين احنا دائما مبتسمين. الله يسعد لي قلبك. واحد يشوف قمر وما يبتسمش. الله يسعد. الله اكبر على الصبح. يا ابوي قل لي شو اسمك اول شيء؟ انا ابو تيسير. الله اهلا وسهلا فيك. كنا عم نقول قبل شوي انه قد ايه مرج الحمام بالشتا بتكون ضباب. كيف عم تتأقلموا مع هاي الفكرة؟ تعودنا خلص. تعودتوا؟ تعودنا الحمد لله. وبعدين بتتم مرج الحمام احسن من مناطق ثانية فيش فيها ضباب. اها. ان شاء الله. في الهدوء والجمال هذا كله شايفة كيف ما احلاها مرج الحمام. هذا بتلاقيه بعمان الشرقية. هلا كل عمان خير وبركة، كلها بتجنن عمان. بس الهدوء هذا. هذا من باب المحبة عم تحكي هاي. يعني طبيعي. من باب المحبة. مرج الحمام ما شاء الله منطقة حلوة. كفي يا أبوي إنك فيها. الله يخليك. والناس اللي فيها كويسين ومحترمين كلهم طيبين. طب يلا. خليك معي ركز معي منيح. تفضل. بقول لك ما هو الشيء الذي كلما خطو خطوة فقد شيء من ذيله. فقد شيء من ذيله. كل ما بيمشي خطوة بيفقد إشي من ذيله. هو شيء ترميزي يعني السؤال. غير الضل. يلا شو هو؟ قلم الحبر. يعني لا. هلا. نحن طيب ونحن صغار. أمهاتنا وأبهاتنا أكيد ما كانوا يشتروا لنا أواعينا من السوق جاهزة. شو كانوا يعملونا؟ يخيطوا خياطة. يا عيني عليك. طب لما كانوا. أكيد. إبرة الخياطة. إبرة الخياطة مزبوط. إذا ربحت معنا منتجات مقدمة من العملاق. بتمنى لك. شكرا. تفضل تفضل يا ابوي. بتمنى لك نهار سعيد. كيف؟ لا لا بدي اسالك سؤال. بلكن ربحت بلكن ربحت. كيفك؟ تعرفني على اسمك؟ عيسى المناصير. كيفك استاذ عيسى؟ والله نحمد الله ونشكره. طيب سؤال بقول لك، كم مره ينطبق عقرب الساعه بينطبقوا على بعض؟ كل 12 ساعه. اذا طب كم مره باليوم؟ مرتين. لا هلا بينطبقوا على بعض 24 ساعة. أقل شوي. 18؟ لا أكثر شوي. 20؟ أكثر شوي. 21. لا أكثر شوي صغير. 22. مظبوط 22 مرة. هاي أنا عارف ليش سألتك هذا السؤال. عشان أنت تمسك هديتك. تفضل هديتك. أنت ربحت معنا مجموعة من. جديد ها. جديد؟ العالم. الثانية ولا الأولى؟ لا والله الثانية، هذيك توفت طول العمر. الله يرحمها يا رب. وان شاء الله يا رب كل ايامك بتكون سعاده والف مبروك. الحمد لله رب العالمين. بنت تشوف نحن رؤيا اي ساعه بنقدر نشوف. هلا لايف لايف. ان شاء الله كل ايامكم خير وسعاده. لكل عم بحضرونا برؤيا، انا اليوم كنت موجوده بمرج الحمام بمدينه الضباب، بنقدر نحكي عنها. شعبها احلى من هيك ما في. الابتسامه عليه من هون لهون. انا حاط الكمام مش شايفين كتير. يعني بتمنى لكل عم بحضرونا نهار سعيد. بتمنى له يوم حلو كتير. وهلا لازم نرجع لوين؟ لاستديوهات دنيا يا دنيا.